أمس الأول عزاء الفنان القدير الراحل عمر الحريري، وتلقى العزاء شقيقه صالح الحريري وحفيده أحمد وأزواج بناته الثلاثة. ورغم مسيرة الفنان الراحل وعلاقته الطيبة بكل نجوم الفن من الشباب، إلا أن عزاءه خلى تماما من النجوم الشباب واقتصر على فناني جيله الذين جاءوا ليقدموا له واجب الوفاء بعد رحيله. راجل خسارة لنا كلنا، بس مش كبير على ربنا أبدا، الله يرحمه. والحقيقة ربنا أعطاه نعمة جميلة وهي حب الناس. أنا مشتاقة له قوي ومشتاقة لحضنه ومش هعرف أشوفه تاني، بس الحمد لله هو في مكان أحلى وربنا افتكره عشان كان تعبان قوي. ربنا يتغمده برحمته، وأرجو أن الجميع يدعو لعمر الحريري لأنه إنسان عظيم وفنان عظيم. الله يرحمه، كان راجل جميل وراجل كان حبيب كل الناس. يعني يمكن حب الناس دي هو اللي يعني يخلي ربنا يتجاوز عن سيئاته إن شاء الله. ربنا يرحمه. أدعو من ربنا أن يكون مسواك جنة بإذن الله. عزائنا الوحيد أن احنا سنذكره دائما بخير. البقاء لله. هو راجل فعلا من الفن، من زمن الفن الجميل، وراجل محترم جدا في فنه وفي مواعيده وفي شكله وفي لبسه وفي يعني في كل حاجة. يعني الله يرحمه، يعني هو أمر الله بس هيوحشنا. كان أول عمل ليه خالص كان معايا، الحمد لله كان ساكن قصادي، فالله يرحمه. عمر الحريري خسارة فادحة للمسرح والسينما. فقدنا أخ كبير وأخ عزيز وفنان جميل، وأقول إيه، البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نشكروا له الفاتحة وربنا يرحمه ودايما تفتكروه بالخير. وطبعا احنا مش هننسى أستاذ عمر بأعماله يعني كلها من واحنا من صغيرين، فربنا يرحمه. ربنا يغفر له كل حاجة ويجعل مسواه الجنة. خسارة كبيرة، لكن هو الحقيقة كان له تاريخ مشرف، تاريخ جميل، وساب لنا أعمال كتير بتفكرنا بيه وتعلمنا منه حاجات حلوة كتير. أنا أشرف إن أنا يعني اشتغلت معاه. لا طبعا عمر الحريري يعني نسخة محترمة وطابع يفخر كل إنسان كل فنان إنه يشتغل مع عمر الحريري. إنسان مجامل جدا وإنسان شفاف جدا، وربنا يرحمه إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدنا أب حنون ودود جميل محترم ملتزم، ما نقدرش نقول غير إن إحنا بنعزي أنفسنا وبنعزي الوسط الفني وبعزي عيلته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنسان جميل على كل المستويات، مش بس المستوى الفني ولكن على المستوى الإنساني والمستوى الخلق. ربنا يرحمه ويدخله فسيح جنات. ربنا يرحمه رحمة واسعة ويعوضنا به خيرا إن شاء الله. ربنا يرحمه ألف رحمة. افتقدنا إنسان نبيل جدا وفنان عظيم. ربنا يرحمه. ده زميل عمري، زميل عمري، يعني هقول إيه، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويحسن مسواه إن شاء الله، مسواه جنة. رحمة الله عليها، واحد من العمود اللي أسسوا الفن في مصر. يعني رحمة الله على الأستاذ النجم الكبير عمر الحريري. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. وأنا يمكن آخر واحد اشتغلت معاه في سكر هانم. قد إيه كان هذا الرجل يعني رجل بمعنى الكلمة في كل شيء. ربنا يرحمه، وهو كان إنسان عظيم جدا. الحمد لله انه ما تبهدلش وما تعبش قوي، يعني كانت المده مش كبيره. الحمد لله انه هو يعني بيعزينا انه هو ما تعذبش. على قد ما اسعدنا بفنه، على قد ما اسعدنا بوجوده في وسطنا، انسان مسالم جميل ما عندوش اي مشاكل، بيحب الناس كلها، بيحب الخير للناس كلها، على قد ما احزننا فراقه. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه والبقاء لله لكل مصر. وراجل عظيم، وانا كان شرف ليا ان انا كشاب صغير ان انا اشتغل مع نجم عملاق زي استاذ عمر الحريري في اخر مسرحيه، وبقاء لله. شكرا. الله يرحمه. الله يرحمه يعني ويصبرنا. بعزي كل اسره الفنان الراحل
المحترم عمر الحريري، لأن مش بس فنه بس اللي كان بالفعل فن راقي جدا، ولكن شخصه تعرفنا عليه من قرب. كل مناسبة كانت بتخص المركز، إفطار رمضان، مهرجان، كان دائما يشرفنا بلا أي مصلحة.